الحية كم نجمة؟ ثلاث. الله، أتمنى ما انقصت النجوم، أتمنى يا رب. أوه نجمتين، حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقطع هذا راح يكون خاص بصيد الحيوانات وراح نعبي طاولة التاجر. قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. مثل ما هو واضح من العنوان يا أصدقاء، رحلة صيد. اليوم راح نصيد حيوانات ونعبي طاولة التاجر ونشوف مثلا 10 حيوانات كم تعبي طاولة التاجر. وهذه السلسلة تعتبر آخر سلسلة شروحات لردد، لأني شرحتها كثير وأتمنى المبتدئ يستفيد منها. حلو، الحين كوني أنا مبتدئ ما عندي للخيل، أقدر أشيل نوعين من الحيوانات الصغيرة، الطيور، الأرانب، وأقدر أشيل حيوان كامل، قزال أو خروف، وأقدر أشيل جلود. فننزل المخيم لأقرب مكان لنا. فشون طريقة؟ تلف سيمسار طقة واحدة، بعدين تروح لكام، بعدين كام، بعدين أول وحدة، أول وحدة. في هذا الخيار راح يعطيك أقرب مكان لك، فاختار الأولى إن شاء الله يكون قريب. شوف مكانه وين. حلو، مكانه أسطوري. خلونا نصيد لنا شيء من القزلان. أتمنى يكون 3 نجوم. وينك وينك يا الغزال؟ حلو حلو، نجمتين تكفى، لا يصير الجلتش اللي يحذفني. خلنا نشوف هذا كم نجمة. هذا نجمتين، هذا ليش اليوم نجمتين؟ عسى ما شردد اليوم. الكواليتي عندكم سيء. تعال حبيبي تعال، انت اليوم مسوينك مندي. تعال، لا لا، انت اليوم لازم صيدك، انت اليوم نبيك. تعال تعال، شوف شوف الجلتش، شوف الجلتش الخايس. يا تعال تعال، والله ما اخليك، والله ما اخليك. شوفوا هذا جلتش ابو كلب، والله جلتش مستفز. اتمنى ما يستمر، اتمنى ما يستمر، لانه فعلا مزعج. شوف 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 يا حبيبي، انت هذا يومك اليوم، يومك يا حلو. لا واضح في جلتش باللعبه، واضح في جلتش، ان شاء الله انه ما يستمر. شوف 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 ودي الحيوانات يجون 3 انواع، يجون نجمه، نجمتين، 3. طبعا النجمه يعتبر عادي، النجمتين يعتبر وسط، الثلاث نجوم يعتبر الهاي كواليتي. الحين شنو عندي؟ الحين عندي 2 من التركي. شوفوا عندي تحدي اني اشيل 5 حيوانات على الخيل. حلو، الحين شلت شنو؟ 2 تركي على الجنب و غزال كامل، والحين اقدر اخذ جلود. ايش رايك نروح الحظيره؟ طبعا الحب الحظيره، الحظيره هذه بالنسبه لي يعني اللي متابع السلسله يعرف اني امون على راعي الحظيره، ودايما اجي اخذ منه الغنم. هو يزعل بيني وبينكم ولكن يرضى بسرعه. اتمنى بس خيلي ما يروح. خشوف نبي نواحي 3 نجوم. ليش اليوم نجمتين يا روك ستار؟ شو السالفه؟ ما في 3 نجوم ليش؟ هذا 3 نجوم، والله كواليتي عالي. هذا راح نخليه مكان الغزال، لان الغزال نجمتين، فنشيله نركب هذا مكانه لان هذا افضل. تعال حبيبي خيلي تعال. اقدر اركبه ولا لازم احذف؟ حلو حلو، الحين تبدل. شوفوا هذا شو اسوي فيه؟ هذا اخذ الجلد منه. طبعا الحين راح يهجمون علي. نركب الجلد، حلو، وناخذ ثاني. لا لا، نجمه خليه يولي النجمتين. تعال
تعال حبيبي تعال اليوم انا ما اخذك حبيبي فكه ما في. سريع 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 تعال خيلي خيلي يا شريهان بشيل الحين الجلد الثاني لان توني شاري طاولة التاجر لازم اركز عليها حيل لازم والله قاموا استنفار عند الغنم شوف هذاك طلع الحين ركبت كم ركبت جلدين حلو حلو ولا طولوا الشرطة ما جو تمام ناخذ راحتنا يعني تعال انت والله عندي الشرف صفر ها السمعة طبعا سويت مشاكل لهدف اني اطلع مهام طبعا تقدر ترفع السمعة او الشرف ب لا 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 تكفى تعال خيلي حلو الحين ركبت شنو ثلاث جلود بعد 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 انا طماع انا طماع انا طماع نجمة خليه يوليه اوه ثلاث نجمات ما شفته انت من وين طلعت؟ اللي تابع المقطع اللي طاف بوريكم شغله المونشاين طلع لي شايفين؟ المونشاين موجودة هني بعد ما شريت طاولة التاجر تبين جو شرطة جو شرطة سريع تكفى سريع 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 ايه راح يصير ضرب ايه وات ار دوينغ هي سريع 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 اوف قتلني الكلب اعطاني هد يمون والله يمون. هذا يمون خلاص الحين دام مقتلوك خلاص يروحون بعدوا عن هذا لا يصير مشهد سينمائي لاني بخليه بعدين والله اعطاني واحدة براسي ها هذا الليمون هذا الليمون انه يقتلك عشان اذا مت شوفوا التاجر ارسل لي انه خلاص يقول تعال يحتاج احيانا يحتاج شنو؟ احيانا يحتاج تجيب له حيوانات واحيانا يحتاج تجيب له اغراض فاليوم اتوقع احتاج اغراض لا حيوانات لان جايب له اغراض انا المره طافت هذا كم نجمه؟ تعال حبيبي تعال وين رايح؟ تعال خلينا نشوف كم يفول يشيل كم خمسه ولا اكثر؟ ما في ما في حبيبي اليوم مسوي لك شغل مسوي لك شغل اتوقع كافي ايش رايكم كافي ها؟ حلو خلينا نشوف الحين الصيد عندي اثنين ثلاث اربع اربع سبع حلوين يلا نروح نروح نوديهم للتاجر نشوف كم يعبي لي من طاوله التاجر طبعا اللي توه بادي باللعبه الحظيره هذه اذا خذيت منها الغنم يصير فيها استنفار وبعدها يختفون الغنم يجونك ممكن بعد ساعه ساعتين على ما ينساك راعي الحظيره حلو الحين نروح لابو حسن ونعطيه الحيوانات حلو 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 الحين نروح للطاوله قبل هذه الطاوله نشوف كم واصله اوه صفر شوفوا ارسل لي رساله قبل شوي قال لي انه ما عندي حيوانات عشان اشتغل فجبت له الحين نشوف كم يعبون شوفوا ثلاث جلود حيوان كامل جود كواليتي اثنين من التركي سنجاب تخيل كل هذا ولحد الحين ما عبى لحد الحين ما صار ابيض فمشكلة التاجر يبي له وقت يبي له وقت فعلا وقت فاذا كان عندك اذا كان عندك مثلا اثنين من اصدقائك ثلاث تلعبون مع بعض راح يكون شيء اسطوري تعال 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 بالواحد يكون ثلاث نجوم
ابي افخم واحد فيهم. هذا افخم واحد شايفينه، تعال لا يكون جلتش. تكفى تكفى تكفى. امسكه امسكه. كان بيهرب والله يا اخي. في جلتش غريب. ها ايش رايكم نروح نصيد تماسيح الحين نغير؟ دي حلو. الحين بغير، بروح وين؟ بروح للاجراس بصيد تماسيح واعطي التاجر ونشوف شنو يتغير بالطاولة. حلو. الحين بس اروح اعطيها هذا الغزال الفخم ثلاث نجوم. بعدها نروح نغير المكان، نروح نشوف لنا مكان ثاني. تا 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 تا. ما راح اخليك، ما راح ارنب، ما راح اخليك. انت جي انت شيله نجمة واحدة. هو بروحك نتفة وهم نجمة واحدة بعد. حلو. الحين نعطي التاجر ابو حسن الارنب مع، شوف شنو يقول عن الثلاث نجوم. حلو. الحين بنغير المكان. سويت تحدي. حلو. الحين نروح نغير مكان المخيم، نروح للمستنقع. فخلوكم معاي نروح للفاست ترافل. يا حليل الارانب اللي توا بادي باللعبة، عشان تتنقل من مكان لمكان عندك الفاست ترافل. هذا شكله بالخريطة مكتوب عليه فاست ترافل، معناته السفر سريع. مثلا تروح له وتقدر تسافر لأكثر من مكان. نفتح الخريطة ثاني مرة. تقدر تروح مثلا للاجراس اللي راح نجي الحين، او تروح للساندوني او الرودز او البلنتاين، بلاك ووتر، ستروبري، ارماديلو، تمبل ويد، اللي تبي. فاحنا راح نروح للمستنقع اللي اسمه اللاجراس ب$4. نروح سفر سريع وننزل المخيم هناك ونصيد تماسيح. اوكي اتفقنا اتفقنا. حلو. الحين انزل المخيم نفس الطريقة، الف سهم يسار، اروح الكامب. كامب اول وحدة اول وحدة اول وحدة. راح يرسبن في اقرب مكان لي، نشوف وين. حلو مكانه ممتاز. في طريقة صراحة انساها، هو اني اقدر اشيل حيوان واسحب حيوان ثاني. يعني مثلا خلونا نحاول في التمساح. خلنا نضف السلاح بس. حلو. الطريقة شلون؟ الطريقة اني مثلا، لا ما تروح ما تروح ما تروح ما تروح ما تروح. الطريقة شلون؟ اني مثلا خلني احاول بالتمساح دقيقة. إذا يصير راح يكون شيء أسطوري. حلو. الحين سحبته، شوفوا. حلوين. أنا سحبت التمساح بالطريقة هذه، فبخليه هني. حلو. هذا التمساح بخليه هني. طبعا في عندنا مهمة جانبية طبعا بسحب عليها لأن أنا مو فاضي لها. نروح نجيب لنا ثاني. وين تو قاعد يعامل نفسه؟ حلو. الحين شنو بسوي؟ الحين ابي اخذ الجلد بالطريقه هذه، والثاني شنو اسوي؟ اسحبه اوديه. وين اوديه؟ للمخيم بالطريقه هذه. حلو. والثاني نسحبه بالطريقة هذه. طبعا المهم هذه بسحب عليها. خلي
حلو. الحين نروح للمخيم في الطريقة الأسطورية. يا عمي تكفى والله احنا مو فاضي لك حبيبي، اوكي؟ خلي ضارب معاهم، فك نفسك اليوم. حلو. نروح سريع سريع المخيم. والله سحبت فيه الارض المسكين، شوفوا. خلينا نشوف شكله. هيا والله. حلو. الحين وصلنا للمخيم. الحين ارسل لي رسالة التاجر تو، معناته شنو؟ ان الاغراض خلصت عنده. فنجي ونعطيه نعطيه واحد اللي معاي طبعا. وبعدها نروح وناخذ الجلد. مثل ما قلت التاجر ياخذ منكم وقت طويل طويل، يعني يتعبكم شوي، يعني في تعب، ولكن انت كمبتدئ توك بادي باللعبة المفروض انك تستمتع لانك توك بادي. بس اتكلم انا عن نفسي، لعبها 3 مرات ممكن، ف تقدر تقولون شوي يعني يحوشك ملل من التكرار. حلو. الحين بشوف لي طيور الفلامينغو، المفروض يكونون بالمنطقة هذه. اوف 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 ضفدع الحية. كم نجمة؟ 3. الله، اتمنى ما انقصت النجوم، اتمنى يا رب. اوه نجمتين، حلو، شيلها. يا سلام، اقدر نسوي نربطها. حلو تمام. الضفدع وين؟ والله الضفدع اختفى. بلعت الارض سبحان الله، هو بروحه دقمه. حلو، نشوف الطيور هناك ممكن. شايفين هذا؟ ممكن هذا فلامينغو ولا شنو؟ لا يا عمي خشبه. هو بكيفك فلامينغو. هذولهم شوفوا، في وحده ثنتين. حلو. انا عندي الحيه. اوه 3 نجمات، والله نايس. حلو. نعلقه بالطريقه هذه. لا شيء فخم فخم فخم. اوه نجمتين، حلو. النجمتين خلينا نروح نودي ركض. يلا انا ما ادري اذا اقدر اسحب الطيور، ما اتوقع اني اقدر اسحبهم. ركض 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 المخيم. طبعا انت شغل، انت يعني لياقه فل انك انت راعي قابات وتتحرك كثير، فلازم تكون الله السلحفات. حلو. الحين بعطيكم بس نبذه بسيطه عن التاجر. شفتوا شنو صدنا؟ شنو عطينا؟ شوفوا الحيه. حلوة الحية والله. الفلامينغو هم حلوة. شوف لحد الحين وصل الربع. مشوار مشوار. ايه من حقك طربان. انتو لحنك بيض. يلا يلا جيب السلحفات. تعالي حبيبتي يا ايه السلحفات. اوه والله زبنت. شنو موضوعها؟ ها؟ يعني هي ميتة ولا شنو؟ اوه شكلها رهيب. والله شكلها رهيب، شوف شوفوا. والله عملاقة. ما شاء الله. بس هم مثل ما قلت نجمة واحدة، يعني بالأخير يعني النجمة واحدة يعتبر شيء جدا جدا عادي. حتى ما يعبي لك الطاولة كثير. شوفوا ما عبالي ولا شيء. فهذا هو التاجر. التاجر متى تستمتع فيه؟ تستمتع فيه بالدبل الدبل إذا كانت عندك الوظيفة كاملة وجاء
قصدي يعني العربة الكبيرة اللي تعطيك 625 وجاء الدبل تاخذ 1200. شيء فخم شيء فخم شيء متعوب عليه. شوف شكله رهيب العربة هذه. حلو تمام. خلونا نروح ناخذ يا حبيبي. شوف الجمال شوف شوف. خلونا نروح ناخذ باونتي. ناخذ باونتي ولا ناخذ المهمة الجانبية هذه؟ لا لا المهمة الجانبية. يلا حلو. فمثل ما قلت الموضوع او مقطع اليوم خاص في الطاولة، لان مثل ما قلت هذا اخر حساب اني اسوي فيه شروحات، فبعدها ما راح اسوي شروحات خلاص. يعني الوظائف تكلمت عنهم، الأسلحة، طريقة الرصاص، كل شيء كل شيء تكلمت عنه. يعني كل شيء تكلمت عنه باللعبة. طبعا اللعبة ضخمة، لو تتكلم لو شنو ما صار ما تلحق. يعني محتواها حيل حيل ضخم من مهام مهام جانبية. حلو خلونا نروح وننظف هذا علشان نجلد الحلوين هذولا. نظف حلو. الحين شنو بسوي؟ وش رايكم ادش عليهم تطعين؟ يلا يلا درعمة درعمة. مات. لا يا مجرم يا قتال القتلة. وين وين تحت؟ هذا راح يبلغ علي. شايفينه؟ هذا يسمونه الزليق. كونه كونه عرفتوا كونه. الله تعال تعال. اتوقع في فلوس نحصلها ممكن عند هذا. حلو نحصل هناك. شفتم كان تمساح ممكن هناك ممكن. لوته اوه كابتالي. شوف انا قلت ان مكانه هني. نقلب هناك يلا. ايش الفلوس هني شايفينها؟ طبعا خبرة مهام جانبية. الحين نروح نوصلهم، بس اول شيء خلونا نلوت. مثل ما شايفين حصلت كابتالي، ممكن احصل لي خريطة كنز ممكن. هجموا عليه هجموا عليه. اوه 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 اوه. يلا اسحب عليه اسحب عليه واللون. يلا خيري تعال. يلا الهج. يلا اهرب 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 اهرب. يلا 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 الحين نروح نوصل الحقيبة. الحين بس طبعا ما راح انتظر 12 دقيقة مستحيل مستحيل من عمري. حلو اهدفها خلاص. بقول لكم كم يعطيني بالضبط. 33 اكس بي و 2 دولار. ما يمنع ناخذ لنا باونتي على السريع بعد ما شفنا تعبئة طاولة التاجر تطول. والمهمة الجانبية اعطتني 33 اكس بي و2 دولار. وات 2 دولار بس. خلونا ناخذ. ايش رايكم بالحلو هذا؟ يلا نروح نجيبه. نخلي المقطع شوي طويل ما نبي نخليه قصير. شفتوا كم صرت حيوان وعطيت للطاولة ما عبت لي ولا شيء. فمعناته شنو؟ معناته انه ياخذ منه وقت كثير.
الحين اتوقع اني قربت للمطلوبين للعدالة. حلو. الحين نحاول نسوي تسلل ولا والله واجد ها؟ والله مع نفسكم حبايبي. كنتوا 1، كنتوا 2، كنتوا 3، كنتوا 10، كنتوا 20، 30، ما عندي مشكلة معاكم. أنا موجود هني لكم، بس أهم شيء الباونتي ما يموت. الباونتي هذا عندنا دلوع ما يموت. أها أتوقع تهرب. هذا هو شايفينه. هذا هو لا مو هو. حلو مو هو هو زابل. تعال يا جبان. تعال يا جبان. تضربني بعد ها؟ والله صاير قوي. والله طلع لك ريش. والله طلع لك ريش يا زين والطير. طير وحنا نطيرك. يلا خلاص نروح نوصله. ها تبيه تبي خويك. اوف اوف اوف. والله يا شريهان قمت تخورينها يا شريهان. تعالي يا تبن. تعالي يا تبن. شوف وين راحت. شوف شوف شوف. تعالي يا شريهان. تعالي لا اسميك شميري الحين. يلا حروح نسلمه. يلا على طول. الحين نوصله عند الشارب اللي في الرودز. طبعا انت كمبتدئ حاول تسلمه في اخر الوقت، ولكن انا مستحيل. ليش ما انتظر لاخر الوقت؟ لان انا عندي مونتاج، ابي اطلع اسوي مونتاج، اضبط الفيديو، عندي صوره مصقره، عندي وقت لازم اني اخلص بسرعه، وانا احاول اني يوميا انزل لكم مقاطع. Good money for bad business. Good money for bad business. كم عطاني بقول لكم؟ عطاني يا طويل الاعمار 150 اكس بي باونتي 0.8 ذهب و7 دولار. وهني اكون وصلت لنهايه المقطع. شكرا لكم على المشاهده، ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمه. سلام. هذا شنو؟ لا اسحب عليهم.